السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. معكم أحمد حسن من جلوبال أوفرسيز جروب، لسه في معرض الكانتون في مدينة جوانجو بالصين. اتكلمنا قبل كده في فيديوهات كتير عن ماكينات الأكواب الورقية، النهاردة هنتكلم على الماكينة اللي بتقطع وبتعمل الفان أو الورق بتاع المروحة. الماكينة دي بتعمل 350 ورقة في الدقيقة، بتستهلك 10 كيلو وات. مساحة الماكينة تقريبا محتاجة مساحة على الأقل خالص 5×5 متر. طبعا هنشغل مع بعض الماكينة. ده الرول بتاع الورق بيجي هو بمقاس معين وبعرض معين، يعني ده مقاس بيخش للماكينة تبتدي ان هي تسحب مباشرة اهو. طبعا الورق داخل من هنا، الزوايد بتطلع من تحت من هنا، وري سرعة الماكينة اهي. طبعا هو زود سرعة الماكينة هنا اهي، الماكينة شغالة على سرعة عالية جدا. كلها الرول الورق بمقاس معين تبتدي ان هي تعمله عمليه تقطيع وبيخرج بالشكل ده. طبعا هنا التقالات دي علشان تعمل عمليه ضم للورق ويطلع الورق بالشكل ده، طبعا مقصوص ومطبوع اهو. حطه تقريبا على طول بعد كده في الماكينه بتاعه الاكواب الورقيه مباشره. يبقى ده الورق، ممكن تغير الاسطمبه، الاسطمبه دي ممكن يتم تغييرها، ده قالب اهو، يعني الجزء ده كله اسطمبه. بعد ما تغيره تقدر تغير في الحجم نفسه. الماكينة سعرها حوالي 25 او 30 الف دولار. ان شاء الله اللي مهتم بالماكينة دي او حابب يشتريها يتواصل معنا مباشرة على الرقم الموضح على الفيديو، او يشرفنا في مقر شركتنا في مدينة جوانجو في الصين. اتمنى يكون الفيديو عفاتكم، وان شاء الله انتظروني في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الاعجاب ومتابعة القناة ليصلك كل جديد، ويمكنك متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك الموجودة أسفل الفيديو.